أنا أحلم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم على أمواج إذاعة الحياة فام مع الأطفال، عالم الأطفال، هذا العالم الجميل، عالم الإبداع، عالم الأحلام. اليوم في أنا أحلم معنا زوز ضيوف، ضيوف من المدرسة الابتدائية الصحابي 4. معنا أنس وهي عازفة على القانون في مواهبها، ومعنا أيمن وهو يكتب القصة، وكنا استضفناهم في حلقة رهان القراء. اليوم باش نحكيه على الأحلام، الأحلام بماذا يحلم أيمن، بماذا تحلم أنس. أيمن، أول شيء قدم لنا روحك للمستمعين. أنا أيمن فريد، عمري 11 سنة، ونقل في مدرسة حبيار 6 سنة. مرحبا بك أيمن. أنس، قدم روحك للمستمعين. أنا أنس الغزي، عمري 11 سنة، سنة 6 سنة، نقل في صحابي 4. أكيد عندكم أحلام، أكيد تحبوا تكونوا في يوم من الأيام في درجة معينة، في مهنة معينة، في سكنة معينة، وتحبوا بمدينتكم وبلادكم على وجه معين، وتحبوا الإنسانية تعيش حالة معينة. هذه أحلامنا، أحلامنا الفردية، وأحلام مدننا وأريافنا وأرضنا، وأحلام الإنسانية وأحلام شعبنا. نبدأ مع حمزة. حمزة، ما هو حلمك؟ أين؟ أنا الحق من ناحية المهنة ما عنديش مهنة معينة، أما نحب الحق نطلع بطلة متاع شطرنج. تحب تطلع بطلة متاع شطرنج؟ حلم جميل هذا. تعرف أن الشطرنج هو لعبة الحكمة ولعبة الرسانة ولعبة الاستشراف ولعبة التثبت ولعبة التأني ولعبة الذكاء أيضا ولعبة التخطيط. إذا تعلم هو تعرف يا أيمن، الشطرنج هذا لعبة حقيقة، هي صورة من صور الحياة. كيفاش مش توصل الحلم بتاعك هذا يا أيمن؟ الحق أنا ملي أنا صغير مغروم بالشطرنج، وديما ترى بتمارس لعبة الشطرنج؟ إيه. من المرجين أنا بالزهر في القروين مع الناس نوادي متاع الشطرنج، ما نعرفش أنا، ممكن ما نعرفش نادي متاع الشطرنج. نتصل بدار الثقافة، بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان، وأكيد يسمع فينا الشيخ مايسل مسهلي مدير المركب، وسيد نجيب بورابي المندوب الجهوي للثقافة بالقيروان يسمعوا فينا هذا صوت الأطفال. نحبوا نوادي شطرنج، أليس كذلك؟ نعم. وقت نكلموا عاد مدير المدرسة سي عز الدين، كان لازم يعمل لنا نادي شطرنج في المدرسة. ممتاز جدا. شكون تتصور باش يعاونك باش توصل لتحقيق حلمك الشخصي هذا؟ عائلتك اكيد مش تعاونك في كونها ترافقك وتوفر لك المجال للمشاركه في نوادي الشطرنج. عندكش حاجه اخرى حلمك فيما يتصل بالمدينه، بالحياه العامه، بالانسانيه، بالشعب التونسي، بحومتك؟ حسب تطور اوضاع في تونس، هم برشا مواد اساسيه غذائيه مفقوده. اي مثلا اذا انت تحلم بالامن الغذائي. ان شاء الله يعطيك الصحه. هذا كلام كبار، ما انت كبير تبارك الله عليك. هيا خلينا نمشي لانس. انس على السلامه مره اخرى. سلامه انس، قل لي ترى شو هو حلمك؟ ارفع صوتك شويه انس. كي نكبر زيد من ناحيه معناها المهنيه نحب نولي طبيبه. طبيبه؟ اذا انت طبيبه المستقبل. مالا انت طبيبه من توا، انا نعتبرك طبيبه. مازالت بعض خطوات سنخطوها من اجل بلوغ هذا الهدف. كيفاش مش توصل باش تكون طبيبه؟ يعني اش حضرت؟ كيفاش مش تاخذ خطواتك نحو تحقيق هذا الحلم؟ ارفع صوتك وقرب الميكرو. هاي معلش، مش تقرا على روحك ولا تجتهد في قرايتك ولا وتعتني بالمواد العلميه؟ خاطر بعد كي توصل لاختصاص في الثانوي تتوجه من الاول لشعبة علميه، وبعد الشعبة العلميه مثلا علوم تجريبيه، مسلك سنه ثانيه، وبعديش في الجامعه هكا ولا؟ وعلاش تحب الحلم هذا؟ باش تحقق حاجه لروحك ولا للانسانيه؟ للانسانيه يعني باش تداوي اوجاع الناس. أي. هكا ولا؟ باش تداوي الناس وترفع عليهم الاوجاع وتخليهم يحسوا بالراحه والسعاده. ممتاز جدا، هذا حلمك الشخصي. ما ثماش حلم وانت فرد من الشعب التونسي. مدينه القيروان كيفاش تحبها تكون؟ هاي باش نسال انا وانت جاوبني. مدينه القيروان شنو حلمك؟ يوم من الايام كيف تكون مدينه القيروان؟ يعني معلش هكا تتصلح معك. شنو تصلح فيها؟ شنو تصلح؟
يعني اي تطور ما عادش فيها جرائم. هذا في السلوك البشري تغيب علينا الجرائم. بالسلوك الطيب والتربيه اذا والتوجيه والاحاطه والتعطير، وفي مستوى الجماليات الشوارع والانهج كيفاش تحبها تكون؟ كيفاش تحب اي ناتج على اين بالنسبه لمدينه القيروان، باش تحلم يكون في مدينه القيروان؟ وارفع صوتك وقرب الميكرو. تكون خضراء، تكون خضراء وتنقص الزبله مثلا. تنقص الفضلات المزابط ديما تلقى مثلا ساسيات هكا اكياس ديما ملقات في الشارع. وفي العجيج ديما فما. هذا دور شكون زعما؟ دور العمال في البلدية ولا دور المواطن عنده دور زاده؟ الزوز البلدية أني لازم تقوم بالواجبات نتاعها، والمواطن زاده. كيفاش المواطن يقوم بواجباته؟ مثلا يعرف كيف يعرف مثلا وين يحط يعرف وين يضع الحاوية، إذا يضع إذا كيس الفضلات في الحاوية المناسبة وفي الوقت المناسب زاد. هكا ولا؟ خرجت قطات. ممتاز جدا. هات نرجعوا لأحلامكم، أنت تحب تكون بطل في الشطرنج وأنس تحب تكون طبيبة. إذا كيفاش بالنسبة إلى الوقت، كيفاش تحسن تنظيم وقتك باش تحقق الهدف نتاعك؟ القرايه تخصلها يعني وقت. اي والهوايه، والهوايه هي في بلاصه الراحه يعني، وقت الراحه في الاوقات الحره نعرف واش نعملوا. الانترنت تعاون ماشي في مهاره الشطرنج بالحق؟ انا ما عندي يعني هي اللعبه بالحق. ما نستعملش. ريت انا حبيت نقول لك يا ايمن وانس اللي راهو بالنسبه الى الانترنت اللي احنا ربما نضيع وقتنا في حوايج معناها قد لا تفيدنا. ثم استعمالات إيجابية. ثم استعمالات إيجابية صحيح. ثم تعرف اللي الإنترنت، بالإنترنت تدخل تنجم تلعب درجة أولى ولا درجة ثانية ولا درجة ديبيتون. فهمتني؟ ولا محترف، معناها تنجم. عندي أبليكاسيون يعني متاع. ممتاز جدا. بالنسبة للأونساي، أونسي إذا حسن تنظيم الوقت، شنو مش يمكنك من بلوغ حلمك؟ نرجع لك في الوقت، كيفاش؟ كيفاش نستغل الوقت باش انا نبلغ نحقق الحلم نتاعي؟ يعني عادي على سوء كما قال ايمن، معناها القرايه مثلا والخدمه معناها وقت، والهوايه والراحه وقت، والترفيه عنده وقت. المهم الانسان يكون منظم. هكا ولا؟ يعطيكم الصحة. إن شاء الله نوصلوا ونحققوا أحلامنا الفردية، أحلام الأسرة، أحلام المجتمع، أحلام هذا الوطن الجميل، أحلام تونس الخضراء. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من أنا أحلم. أمنها لكم محمد سيف بولعراس وآمنة بوخيت، محدثكم عبد المجيد فرحات من إذاعة الحياة. نلتقي في حلقة قادمة. إلى اللقاء. باي باي. أنا أحلم.